شكرا للزميل ياسر علي ديب والزملاء الكرام في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة والسيدات مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية طيبة لكم في هذا المساء في دوري روشن السعودي في هذا الموسم، ونحن نصل إلى الجولة 23 في الأول بارك لمباراة النصر والرائد في مواجهة منتظرة في هذا المساء. النصر الذي تعثر أقول في المباراة الماضية في ملعبه، لأنه يلعب في ملعبه، تعثر من أمام الحزم يستضيف وتعثر من أمام العين آسيويا العالمي يريد أن يأتي من ألف تيل العمري، على فكرة اليوم موجود مع لجامي خطيرة خطيرة وفرصة ليبقى الرائد في محاولة وكرة تمر وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة ومتاحة ولابورت سقط لابورت وكانت صعبة جدا على مرمى النصر. بركاوي الخطير أمام تغطية من جانب حارس المرمى ولابورت، غيابات يعني حتى عن المباراة الماضية، غريب موجود على قائمة البدلاء في مباراة اليوم، بينما حكم المباراة يشير إلى صافرة وخطأ لمصلحة النصر. الآن سيد عبد الله الخربوش حكم ساحة يساعد سعد في مكان، الآن في مكان من زاوية بعيدة وتصويبة قوية وكرة تمر وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. سليمة من جانب كريستيانو، أبروزوفيتش يرسل كرة إلى الأمام يبحث عن كريستيانو وكرة خطيرة خطيرة للدون لكنها تمر عند حارس المرمى، خطيرة وصعبة البرتغالي السعودية. كرة تلعب طويلة، شاركة بالرأس خطيرة للبركاوي وفرصة وكرة خطيرة خطيرة وأوسبينا أوسبينا أوسبينا يبعد كرة البركاوي، خطيرة للبركاوي، شوف الانطلاقة شوف الخطورة، قدم لعبي الرائد وسعيود عرضية وراسية خطيرة على مرمى أوسبينا لكن الكرة تدب، وجوليو تافاريس أمام جوليو مرة تافاريس وكرة حط الكرة للبركاوي، هدف للبركاوي، هدف من هداف الرائد الأول كريم البركاوي يسجل هدف الرائد الأول، خطورة واضحة من جانب الرائد في الارتداد السريع وخطأ فادح من جانب ألف تيل، البركاوي يسجل أولا يسجل أولا، شوف الخطأ شوف التمريرة وأخطأ الفتيل فيها، أخطأ فيها في التقدير، جوليو استغل ذلك وعادت ما زالت عند بروزو، عرضية بروزو والتصوير الله الله هدف تعادل نصراوي، يا سلام على كرة كريستيانو، يا سلام ارتطمت في القائم، كم يكون هدف جميل كم يكون هدف جميل من اللمسة الأولى، النصر سجل التعادل، شوف عرضية بروزو شوف بروزو يا سلام على كرة وكريستيانو راحت عند أيمن يحيى وبالتالي سجل التعادل سجل التعادل، 1-1 أصبحت النتيجة الآن واحد اليوم أمام الرائد، ويا سلام يا سلام على سعيود وعرضية وكرة خطيرة خطيرة للرائد مرت من أمام تافاريس، نحن في الدقيقة 32 وكريستيانو والتصويبة من جانب كريستيانو لكن راحت يا كريس ومرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كان أيضا منتصف
49 مباراة للأسطورة تسعة. ساديو ينقل الكرة لبروزو والكرة عرضية وفرصة للابورت، لكنها مرت يا لابورت وراحت الكرة. كانت سريعة لابورت. محاولة نصراوية، كريستيانو مع تيليس وخطأ لكريستيانو أمام فرصة، وكريستيانو يتقدم في تصويبة إلى خارج أرضية إلى ضربة مرمى بعيدة. يا كريستيانو شغوف، عنده قدرة كبيرة جدا على الاستمرارية. دوري المحترفين منذ 2008 انطلاقة للرائد الآن، وسريعة وأمامية وخطيرة. هدف ثاني للرائد. فوزير حط الكرة وسجل هدف الرائد الثاني. يا سلام على بداية للرائد. شوف الانطلاقة وشوف السرعة في الارتداد والتمريرة الجميلة في المكان المناسب. بركاوي من لمسة تركها الفوزير تافاريس، ترك الكرة وفوزير مباشرة لأن يسجل هدف ثاني للرائد. 2 أصبحت النتيجة. يعني تغطية ممتازة وكرة لساديو، تمريرة وفرصة والتصويبة من بروزو فيتش في كرة، لكن أيضا حارس المرمى يتدخل موريرا يبعد كرة بروزو. مخالفة وتيليس يلعب العرضية وكريستيانو. كيف تضيع يا كريستيانو؟ فرصة وكرة سقطت في المكان اللي يتواجد فيه الدون. شوف كريستيانو يتقدم، كريستيانو يبحث عن مرور، يتقدم الله حلوة على اليسار. تيليس يرسل كرة عرضية وراسية وفرصة. كرة وأيمن يحيى مرة أخرى راحت الكرة وصلت من جديد. تمريرة إلى الأمام خطيرة ومحاولة من جوليو وخطأ لمصلحة دافيد أوسبينا. مخالفة موجودة موريرا وتيليس عند الكرة عرضية حاضرة ورأسية وكرة تضيع مرة أخرى. إلى خارج أرضية الملعب. ومحاولة لكريستيانو والعرضية في المكان والكرة راحت على بروزو وبالقدم اليمنى بروزو. شوف هذه باليسار، حطها باليسار، لكن عند أيمن يحيى يلعب العرضية. أيمن والرأسية لجامي المتقدم إلى الأمام، خطيرة ورأسية جميلة، لكن العرضية كانت رائعة من جانب أيدل. كرة لساديو يمرر لبروزوفيتش، عرضية وتصويبة مباشرة ضعيفة. تيليس يلعب العرضية، تيليس ومحاولة رأسية من ألف تيل. راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب في اتجاه محاولة عند فوزير. خطيرة. فوزير يحاول والتصويب أصطلاب للرائد. مرة سعيود وتقدم في كرة إلى الأمام، سعيود في كرة خطيرة وفرصة أمام المرمى. لجامي يتدخل، لجامي ينقذ الموقف، يبعد الكرة إلى ضربة زاوية. سعيود خطير فنان ومهاري ومرة ولعب كرة خطيرة، لكن جول ثالث للرائد. صارت ثلاثة ريداوية.
قاسية وصعبة، قاسية وصعبة في الأول بارك، صعبة على النصر. ثلاثية ريداوية سعيود في المكان اللي ما كان في مراقبة، ما كان في مراقبة لسعيود. شوف سعيود داخل ال 18، غير معقول غير معقول غير معقول هذا التنظيم وهذا السرحان